كأي واحد كيحلم أنه يحمل القميص الوطني. كنتمنى أن إن شاء الله نكون دوما هنا. الواحد خاصو يشتغل ويشتغل ويشتغل باش يكون ديما هنايا، باش لما الوقت فاش تعطى ليه الفرصة يكون في أجود الأعضاء ديالو اللي مثل المنتخب الوطني أحسن تمشي. وين تحس بزاف الإشاعات الصحفية؟ شنو المواقف ديالك؟ الصحافة راه كاعر كلشي كيدوي دابا، ما حدك عندك الفم راه دوي عاد، ما كاين اللي يحاسبك. إذا كان شي حاجة غادي تطلعها الفرقة، ما غاديش يطلعها بنادم من برا.